تخدم بالعجاج. سجل ربي قدم خير. إعصار تاع عجاج إعصار. مصلي على النبي. دور في لحظة احنا جينا العجاج. امشي بنت عمي امشي. واش رايك اصاحب العجاج؟ واش رايك بتنظر؟ ما يطيح غادي كذا. الله يطيح. عاجة البيعة. مساكين الجريدية والله. مساكين التوزوية. أقول لك سمح العجاج ولد عمي. هاي سمح العجاجة. طار التوزر. امشي بنت عمي امشي خلينا نعمل دورة في العجاج. توصل والله العاد باي ناس توصل. زيدها كيفاش قال زيدها يا ربي زيدها. بسم الله ما شاء الله. قال لك دوارة والعجاج راه ها ولفنا عليه. شوف بسم الله ما شاء الله. توصل والله العاد باي ناس توصل. شوف وين هم العباد وربي قوية ما شاء الله. ربي قوي والله. لا عاد بين شيء يصفر اقصر مطر هذي توزر غض توزر صيح مش تحنى. بسم الله ما شاء الله. توزر يا قلبي في توزر جاء ربي عاجل اتلقاه في سوسه العجزه ظهر اتلقاه في المهديه اتلقاه في تبلي ولا توزر ولا قفص باينه راه تفضل ولا الضو يخدم اصلا في توزر اي منطقه اخويا توزر يا حبيب قلبي ما شاء الله والخير ان شاء الله برك ما تطيحش علينا كلا توزر برك ان شاء الله برك ما تطيحش كلا توزر والله ما عاد باين شيء اصلا صلوا على النبي تفوق الزوز تخرج من هنا تشهب توتر اعطيك بركه تخرج بركه يا ولد عم تخرج من هنا تزرق طول تشهب طول ها. ناس عند المطر ناس شيخين كنا راضيين بالسخانه ها جانا عجاج ها تفضل انا عب الطايره موفقه وانت سيس روح الله ينور ان شاء الله اعطينا ربي مطر ان شاء الله يا رب غايضين ياك النصاب انا تاع السوق والله ربي قوية ما شاء الله تفرج ياك النصاب تفرج من غادي هذا في البلاد راه والله ندخل بكم للصحراء هاي لحظة برك هاكم تشوفوا الصحراء تو انا نقد فوق مصلي على النبي يا صاح تفرج من غادي شو من غادي ما شاء الله مطر ولا عجاج يا ودي عجاج يا ولد عم ها تفرج اليوم الرؤية زوز مترو بعد زوز مترو ما عادش تشوف حتى شيء ها ماشي باين اصلا العباد ها هذا من السحر تاع عامس هذا ولد عم هذاك السحر تاع عامس مصلي على النبي قل الله احد تو باش ندخلوا السما شوي للصحراء تو
يا سيدي مطر ولا عجاج ما فهمتش يا ولدي. عجاج عجاج ونشوفها المطر على البرابريز هاو فارغ البرابريز ما فيه شيء ونشوفها صاحبي شوف المطر الصوف البرابريز ولا تشوف فيها شباك هذا ها ربي عين مساكين الحرس والله ربي قوي مساكين تفرج في العجاج نقول له عجاج شو هنا شو هنا اتخذت صح شو هنا ابصر هنا اطيح الكلاتوس هذيك وين صلي على النبي صلي على النبي هذه اطيح مف ماذا بين مش وسط الكياس شعل كاسك هنا تفرج فرج هنا هنا توا الصحراء هاك النصابه الله يقويه مساكين شو مكان النصابه مساكين الله يعينهم ان شاء الله النصابه الله يعينهم مساكين تفرج ها تحبوا تشوفوا العجاج على قاعد حتى نهبط لكم من الكربطه وتشوفوا العجاجات هاي لحظه بركة سيدي ها العجاج انا نقول له عجاج يقول لي مطر من غد فهمني انا افهمك توا هاي يا ولد عمي افهمك هاي افهمك ولد عمي شوفك الضرب شوف هاي هاي سيدي هاي المطر تصب تفرج الدنيا تقلب الله يقويهم ان شاء الله احلى قفصه والله ربي قويه مساكين نقسم السرعه والله يا جماعه طلفته توزي نقسم ربي قوي واحلى هيثم واحلى رجال قفصه والله ربي يعينهم مساكين ربي يعينك هك احلى واحلى ولد حي سرور سمح العجاج ها وناثم اخويا ربي يقويكم ان شاء الله ها ولد امك كان ابيض وزراق الله ينورك ان شاء الله والله ما احلى الكلمه من عند قفصي ولد يمه احلى كلمه ذي والله والله ربي قويهم ان شاء الله هيا هيثم وسع بالك تفرج الرجال فيش تعاني شوف الرجال فيش تعاني مساكين الله يعطيهم بالقوه ان شاء الله والله العظيم والله والله ربي قويهم والله تحيه لرجال قفصه والله ها راح والله ربي يعينكم يا صاحبي ربي يعينكم ها الحب ولا وجهك يا حب ولا وجهك خلينا نشوف وجهك صراحة هنا وجهك حبي وجلوس يظل عجاج 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 والله ربي عينك حتى هيثم تفرج يا خي والله ربي عينك ما احلى الكلمة تعرف وش يقول لي يا وش هي كلمة لا لا الكلمة تقول فيها والله يسم الحلال ولد يمه يقول ولد يمه الحلال احلاها كلمة ولد يمه يا اخوي والله العظيم احلى قفصة واحلى توزر والله العظيم والله والله العظيم تحية لك فاسة كل هيك عبد القلب ها والرجال الاحمر ها سمحة توزر حبي العجاج زيد يا ربي حبي سريع عليك جمعة جمعة طارت ولا ما زالت والله ربي قويهم والله ربي يعين الرجال ربي يعين الرجال برا اي صحيح لقيناها لما اظن هذا السحر تاع امس لقيناه امس هاو النفاع اليوم هذا سحر قوي هذا والله تردمنا كل فرج تفرج من غير ها بالشعر فرج ها ها تفرج تفرج بس ربي عين الرجال والله ربي عين الرجال قفصه قفصه ولا منسير احلى المسير اخويا سمعت المسير مروحين ها والله ربي قويهم ان شاء الله واحلى القصرين هذا من القصرين اهو واحلى القصرين وش رايكم في توزر كل عسل هذوما كات فوكات هذوما والله ربي قويهم ربي قويهم ربي قويهم ربي يعينهم والله واحلى بسام 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 طار ومساكين ولد عمي غاشه ولد عمي مقواك الكتب كل طار والكرارس والله العظيم فرشة. هنشوف انا صحيح بيضت ولا لا مازلت ها مازلت ما شفتش مازال لاباس مازال مازال او دواء قال لك العجاج راه ضربه ضربه العنان علاش حتى حنا تفرج ما تلقاش حتى واحد من توصل لابس لينات جميرة تلقى جريدي جريدي لابس لينات تبارك الله قال لك دواء العنان وصف العنان هاك البحر انتم عندكم بحر هذيك صف العنان احنا العجاج الاخرى قالت لها بركوكش الاخرى اي بركوكش اي بركوكش بالتراب لا تفرج مساكين هذا يصف العينين هيا
اي اي عميد هذه احلى ديماكس تاع قفصي في الجمهوريه التونسيه. هذه احلى ديماكس الناس الكل شافوها هذه. يا خويا ربي يسترها ان شاء الله ويحماه. شوفوا الديكور وكالزينه، ثم واحد هوايه كان بدي ماكسيتها مزينها عامل تفرج محلاها. هو انا معروف احلى ناس صافي تزرع واحلى ناس قفصه يا اخوي. تفرج منها ها روحي ها مصلي على النبي ربي يرحمنا من الطر ان شاء الله يا ثامر اخي. ان شاء الله يا ثامر اخي ربي يرحمنا ان شاء الله. ولد عم شيش تطير انت كخفيف انت. ان شاء الله ربي يرحمنا مطر يا رب. انا شوف روحي الساعه انا زينت ولا مازال مازال ما شبش مادام الصبغه ما ركبتش مازال الصبغه ما ركبتش ولا شيء. لحظه برك واحلى ناس مصر يا حبيب قلبي. تحيه لخوتنا في مصر كليك. ربي قد الخير ان شاء الله. وكو ولد عم انت ليش ابو زيت شبت يا حب بعدها مطر. ان شاء الله ان شاء الله ولد ام ان شاء الله. هذا كل ملك السحر قالك ربي قوية ما شاء الله. برا اصحابي مدام 857 حبيب قلبي بجرس امك المشوا عمل ابوني يعمل ابوني على الباج هذيا. راهو السحر قالك على عجلة لهنا هاي حبيب قلبي. برا المشوا عمل ابوني يعمل ابوني هاي بدا يقوى طول العجاج بدا شوف. الله يقدر الخير ان شاء الله وكو الله يقدر الخير. هاي برا نعمل بكم جولة في تونس هاي هنا ربي قوية ما شاء الله. كل بخور كل طار. لا وينك الحب ربي يحفظه ما شاء الله. احلى تزير هاو تزير عامل كاتكيناتير تزير شو منغادي والله ربي قوية منغادي فرق. واحد اثنين ثلاث ربي يعني رجال ربي يعينكم يا قلبي. هذوكم تاع الدقل هذوكم هنا طارس البيع مغاديك بس فوقني منه بس ولد عمي ربي يعوض لك يا قلبي ان شاء الله. قلت لك ربي معاك يا ولد امي. السلام عليكم. واحلى القصرين ديما القصرين واحلى حمة الشريط حبي وينك. ربي عيد الرجال يا اخويا. انا قلب والمسير اخويا ولا جريدي مسيري ولا جريدي اتفرج تبارك الله الولايات كلها هنا احلى ديكور برج وليا شركه في الديكور هذا احلى كواترو في توزر اتفرج الالوان كلها احلى ديكور بسم الله ما شاء الله في مي رباني هذا يا في مي تفرج بسم الله ما شاء الله تفرج هذاك الديكور اللي عندنا احنا ديكور ما عملوا له شيء بلار سبحان الله بلار رباني ياسر ديكور وبلار ياسر تفرج بسم الله ما شاء الله استحق حد شيء لهنا راه كل شيء موجود راه وين حبيب قلبي هذاك في مي بارك الله واحلى المسير برا بحر مصيبه وجايبك العجاج اول مره نشوف اول مره اي شيء اول مره نشوف مسيري وجهه وكل رمل ربي يعاون خلت عيد ربي عينك هاي تخدس لهنا هاي تفرج مغادي هاي جاي مغادي تفرج هاي تفرج تقلعت الدنيا بسم الله هاي تفرج وانت عامل مع شعار بين السلامه بين الزبله ايوه هذا اعصار جاي مشوا لعب حب وش بيك اجي اجي هذا ما كل مصريين ربي يحفظهم ان شاء الله هذا ما كل هيك الحب قفصه الحاج عمي هذا عمي هنا واحلى ناس قفصه يا خويا منين من قفصه عمي واحلى ناس استد يا خويا جماعه قفصه هذا ربنا هذا اصلا عمي ولا ديكور تبارك الله ولا اشب عمي اصلا خلينا نشوف ولده ما شاء الله على خي والله صبره حلوه سبحان الله واحد هاي صحه الحب صح والله واحد ينورك ان شاء الله يا خيت صلي على النبي انا
هذا ذاك المستيل هذه قرصيه ما شاء الله والله كنا عشره واحده بفاس ومستيلين وجيديه واحده. اول مره اشوف مستيلي اشهب انا اول مره اشوف مستيلي اشهب انا ها ها اسمو ربي عينك منين حب المستيلين ها شرب دين ما شاء الله اخوي ربي عين الرجال يا اخوي ها والديكور بسم الله ها يا سليم تاع البلديه ابدو اسخن يا سليم ها بسم الله ما شاء الله هذي انا مش سلعه راهو صخره اتفرج هيك الكردونه جايه وين تو قال لك في العجاج فمش ما تطيرش فلوس في العجاج جاك تعود غالي والله عجاج 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 تتخلف منها هاي تفرج اما برجوليه بقديمه عز ديكور تاع ربي عين الرجال حكينا احلى ديكور هو ذا تفرج هيك الديكور اكحل وروز وحتى الموف موجود تفرج خلنا نقرو الفيمي ها اخضر اصفر احمر ازرق برتقالي ازرق بارد ازرق غامق اخضر ابيض ها وينها الالوان كل موجود برك الله ها تفرج ها هذايا هذايا باب الولايه تاع تزرة بسم الله ما شاء الله ها تفرج سيدي ها احلى ديكور في العجاج ها واحلى عجاج فيك يا تزر بنتي هيا لا هيا يا قلبي هيا هيا هاي جريدية حرة خارجة من العجاج سمح العجاج انا هكا هكا هاي جريدية لابسة خمارة درك الله علاش لابسة خمارة ربي يحميك ان شاء الله يا رب السلام عليكم ربي يعاون عاون سي فيصل ولا هكا هكا يا راح قلب هذايا هذايا بابا قروي ما وامك نفطية ما شاء الله ما شاء الله عملت لها البخوخ اكيد ها اما لا شيء هذه يا بابا با قروي وانا وما نفطيه والله طول جابتها يجري طول ربي يعني تعيش وترحب ابو حنان اوه عسل النفطيه ها وين هالقروي واحلى قروي والله حصلتك بنت عمي دور ربي يحميك ان شاء الله هاي يا سليم تاع البلديه ابدا اسخن يا سليم وكل خدامه راه له صخ هبط لتوزو سمح له التوزريه ولا هاني نحكي مع الجماعه ولد العم ربي عينك ها ولد عمي هذا يا منظم اكثر من حياتنا والله ربي بقي عليك الست هاك هاو بنت عمي ربي عينك لا مش هنصورك بنت العم نفطيه واعره هذه راه والله حكيت لها الفلفل القرب يصل والله جابتها يجري يصل والله بنت عمي والله سيدي بو علي حك فيك انت طوق ها والله سيدي بو بنت عمي والله وعر لا 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 اطفى عليك بنت العم لا مره واضحه لا مسحور من رباني هذاك اكيك يا لاح انت تحبي نفطه ولا القروات لا لا واحده برك تزرك اكيك يا بنتي والله بنت عمي ها هو ما نمريهاش بنت العم ها هو كي حكيت الفلفل وش جاب لها هذا بعد الحبة العم ها حمر هاي هاي والله سيدي بو علي ضربه ضربه راه لا شيء والله ما روح من القروان مسكين ولد عمي من اللي جا لتوزر والله ما روح اصل والله ما روح اصل القروان ربي يعينهم ربي يهنيهم فدك وراه حبيبات تبارك الله هذوما قصرين واحلى القصرين والله هذوما قصرين هذاك قروي وتزريه اظن كل فاس تحيه لي هيك يا ربي عينهم هي 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 اصحاب كل الجماعه الله ينورك ان شاء الله ربي عاون قلبي والله بس اعرفوا الخبزه راهي مره والله ربي يعين الرجال راني فدليك برشا نحب ديما الميساج نوصله بالفدليكه ونبرو الجماعه على الدور والله بنات راهي ما شاء الله وهم كل عشره واحده سواحليه وتوانسه وكفاصه وشريديه وفلويه وقصرنيه والله ربي يلم شملنا ان شاء الله الله لا يفرقنا على بعضنا ان شاء الله عائله واحده وكل خلوه لا نهار تسمع مشاكل لا نهار فيه ما علينا نخلى نحكوا بالجهويات لا شيء ربي عين كل واحد يخدم على الروح عايشه يا ولد امه ولا اختي الغالي عمي عمار امشي اعمل ابونا يا ولدي والله العظيم والله 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 مراه بالفراجل هذيك النفطيه هذيك ربي عينها ها نعمل بكم جوله في العجاج هاي بدات تصب المطر اها المطر بدات تصب
المطار بدات تتنكت وها ها شوفوا صح صحيح هاي صحيح تبارك الله بدات الصبغه تركب اصلا هاي الصبغه صحيح الله يرحمك يا ميم ان شاء الله هاي الصبغه بدات تركب تو هذه راهي صبغه ربانيه راهو اللي تخسر عليها فلوس لا شيء تقعد ربع ساعه في توزر تقرب شوي للصحراء تعمل صبغه ربانيه بسم الله وما شاء الله ها اتفرج يزمنا ها تفرج جو تونس يس برا عمل ديمتو بر انا عم بس جوله في توزر اي امين يا رب الله يحل ايامك ان شاء الله واحنا القاصرين خلي يضرب خلي يضرب كاني في اللايف خلي يضرب كاني في اللايف هاي برا لا كلو هاي يا قلبي ها ربي عينك يا راحي هاي برا حبيبي هاي صاحبي حلك لي ماتيزات اما لو شيء خسروا لي صونس حلك الخرز ذاك هندم لا لا مش هذاك هاي برا سيدي نعمل جوله في توزر نهبطوا على الزون تورستيك ان شاء الله تصب مطر يا ربي لاحظوا كان فما برا بريز فيه اني كنت تاع مطر بديت المطر تصب ايوا في الجنوب يا شاب والفم يشيح والله العظيم كانك حاضر خلينا نشوف ترى وجهي يا شاب اها ما شحتش يا بنات عمو ما زال ريقي ما شحش انا توزرية الجنوب معروف بالنكتة والضحكة راه دور على اليمين والدم احنا الحاجة الباية في توزر معروفين نكت تجريدية اي موضوع يجيب لك عليه ضحكة راه علاش الدنيا دي مش دايما حتى حد ان شاء الله ربي يلم شملنا ان شاء الله وان شاء الله ربي ينصر اخوتنا في فلسطين يا ربي يا ربي مطر سمحه يا ربي ان شاء الله فاطمه وخيتي ان شاء الله يا وخيتي والله غايدين يا كنساء تاع توزر المساكين تو رايك المصالحه لا تفهمها لا مطر لا عجاج تحيه لبنات بلادي ونساء بلادي هاي بدات تصب ولد عمي هاي بدات لا والمطر كتصب تصب على قاعده هاي ان شاء الله يا رب الغيث النافع يا رب راني بنت الجنوب ونسكن في المستير والله نعرف هي خيتي هلا غال لا احسن فازة بنت بلادي كي لبسوا الخمارات تبان كان عينيها نقول سراق مقسم بالله العظيم هو العجزه ضايع تلقاه كان عينيها تلوص وتطيحك يا خوي ودي ما تشوف يا خوي راه لابسه خمار مش لابسه خمار تطيحك وين انت ربي يحميه من شر وش بها التولى صبت المطر هذا يا زون تورستيك هذا سيدي عندنا كان زوز بتلاوه برك شوف البتلاوه وقول لك زون تورستيك بالكذا بالكاكا عاملين هذا مسكر هذاك مسكر هذاك مسكر كان عملوه زون برك حديقه حيوانات الكل كان فيها بسم الله ما شاء الله عليك ربي يحفظ كل شر ربي يحميك ان شاء الله ربي يرحم باباك يرحم مين تكسرك يا فاطمه وخيتي ان شاء الله هاني حتى هنا نعم بك في توزر في دورة وخيتي في العجاج وهاي هاي ثم نكتة ولا زوز مطر يا ربي يرحمنا دعوة خير بركة ربي يرحمنا برحمته إن شاء الله خويا الغالي مرحبا هذاك لو تيل واحدة دخلت لك كان يجون أربع كيران ما نعرفوا شو نحطوه من القورة نحطوه في الديار برا برا ولد عم برا برا قال برا جاي لك بلي المطر والله ماني عارف ولدهم ان شاء الله ربي ينفعكم حتى انتم او قال لك برونزاج سمح في الغاجاج راه تحية لك من قفصة واحلى ناس قفصة يا اخوي ها بدا ينقص العجاج توا هاي السيدية هذه توزوروس هذا كل منك السحر ها شفتك السحر ليش كون ما شافش السحر البارح اللي طيحت ربي يحماه ان شاء الله وخيطنا ان شاء الله الناس تعمل كتاب الناس تعمل اضاع عمل له مكتبه مسكين اربع كتب عملوا هو له مسكين الله لا تربحهم ان شاء الله هذا بنت عمي نقم عليك اللي عمل لك الكتاب هذا بنت عمي هذا عمل لك اربع كتب هذا مش عمل لك كتاب مكتبه عمل لك اصلا تحيه لاهل الجنوب مكبر وان واحلى ناس القران واحلى الجزائر ربي يرحمكم بالغيث النافع ان شاء الله يا خيت ان شاء الله تصفى القلوب اللي هنا يا ربي حناني ونحب بعضنا راه ربي يعرف من يعطي من طر رايح هنا قلوبنا خايبه
رانا احنا ما نحبوش بعضنا، ربي يصفي القلوب ان شاء الله، ربي يحل القلوب على بعضها ان شاء الله يا رب. هيك شفت امس خسر روحه مش يسحر في يسحر في في بعضها، الله لا تربحه بركة العواجيج. ايش بيك يا حبي؟ نعم غدو مطر، غدو مطر في قبل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عمار اخي ان شاء الله اخوي ان شاء الله ولد ام حنان تعالى ربي يرحمنا ان شاء الله. نخرجوكم من التليفون شوي خير باش تعرفوها تزرع. حتى الماء ما فيهاش كره مسكين خدمنا وندم. ارجع ارجع برك ما فماش ما اصبر كوس في بحر واحلى ناس سفر وانا حبيبي. لا لا من احلى ناس توس احلى حمد قبل صحيه من توس. كل واحد يقولنا منين يا صاحبي تو هاي من دام في اللايف هاي منين تتبعوا فيا اصحابي هاي اي اصحابي منين تتبعوا فيا وما عملش ابوني يعمل ابوني الباج. نعمل الليله مغامره باذن الله تعال جنون هنعمل مغامرة الليلة تاع جنون ولا فك علينا. كل واحد يقولنا منين؟ تحية من صفاق الصزر البيا. محلاها الطقس العقبة لعندنا. لطف عليك يا سناء حماد يا خيتي. راهو عجاج يا بنتي ما تشوفيش هكا. راهو الايفون يغطي شوية العجاج راه. واحلى ناس المتلو. محلاها شعبيتي يا سيدي من قفصة، قفصة البيا. هاو مش يغلط حتى واحد من توزر يقول لي راني من توزر. هاو توزر وش يعمل؟ البعض التوزرية يعني ولد توزر وش يعمل؟ ما يدخلش اللايف راه يبدا يسقس عليك من بعيد وش يعمل؟ يبدا يعس عليك وقتاش يطلع لي توزري اللهم نربح مسابقة من توزر يطلعوا لي كالجريدية والله ما يطلع لي واحد من قفصة ولا من المديل تو تلقاه خارج من اللايف باش ما يسترجلش حضوره راه تلقاه من بعيد يتفرج علي إذا ربح حاجة يطلعوا لي كله تبارك الله ما نجمعش كله راه لا من يقول لي من توزر اللهم يشم واحد بركة يقول لي من توزر تحية كبيرة ليك من بن عروس وحلى بن عروس ما شاء الله على صاحبي الله ينورك هاي من قفصه القروان ما شاء الله ما شاء الله هاي توزر البيع حبيب قلبي انا من بوزيد انا قفصه تحيه لك من احلى غرد دماء هذه النافوره هذه النافوره والحاج والجاي بالعليق ولا والجاي بالحاج برا خلينا نوروهم شوية تمر موفق ولا لا فما تمر غاديك فما تمر ونوع تمر لا لا فماش لا الحاجة نمشوا له غاديك هاي الدقلة دي جديدة دي برا خلينا ناكلوا كعبة الدقلة جديدة هاي توزر من القروان هاي تحية لولاد بلاد فماش من غادي خلينا بطانا الساعة هاي الدقلة سيدي عمي مصلي على النبي هذه دقلة جديدة راهي هاي دقلة جديدة هاي الدقلة جديدة ويا خويا محلى الريحه اللي فيه حوت جديد هذا وش يا عمي هذا؟ هذاك الجندي هذا الجندي يا عليلي يا حلال تفرج الدقله هذه دقله جديده راه هذه جديد هذه سموها تينيكي راه هذه مازالت في الاول الليل بدري واحلى ناس قبل لي انا من توز مرحبا هذه البدريه قلت يا ولي كيبالك الدقله فيها ريحه تو فيها ريحه ما شاء الله قفصه البيه احلى قول له واحد عم اللي يحب على الدقله في السوق هذاك المرشي هذيك النافوره قداش هو كيلو عمي تو؟ 6500 بسم الله ما شاء الله والله والله مش نورمال في بالكم مستحيل صوم ضايق هو راهي جديده يا قلب رايح المطاب تفرج رايح المطاب تفرج رايح المطاب قداش يا عمي؟ هذه ب 5000 يا حلال يا رب 5000 والله ما تلقوها يا قلب رايح المطاب تهرج اول عرجون 6500 6000 رايح المطاب تعش من رايح المطاب ولا ربي مالي قداش كيلو والله 5000 وهذه احلى من العرجون بألف مره والله العظيم يا اصحابي انا كنت نصور دقله ب 5000 حل مطاب هات فرج والله ما يلقوه ربي يبارك لك ان شاء الله وربي يزيدك من خير والله العظيم
والعرجم قديش يا عمي؟ 6000. بسم الله ما شاء الله، اش حالك ولد امي؟ هذه بداية والله، ربي يزيدك من قسمه ان شاء الله والله. لكن نحكي لك الدقلة طيبة تو، هذه راهي أول عام، هذه راهي طيبة تو، تفرج يا ولد امي، راهي حليب، هذه راهي تنقي معناها. والله ما فهمش حتى بكو راي. والله والله بلادنا بكل خير الدقلة. لا يرحم والديك راح، والله يرحم والديك، شو محلاه الكلمة؟ قال لي زمان انسى. وهذايا القندي هذايا. هذايا القندي. والله حتى النخلة تاع دارنا مصلي على النبي. والله بسم الله ما شاء الله. والله بسم الله ما شاء الله. يز 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 روح يز يز يز. بس ان شاء الله يا رب. شو محلاه محلا طيب. يا خويا ربي يبارك لك في صحتك. شو ها وجود الجلدية ها. وبالرغم من الدقلة راهو ها وشو كرمني. والله ربي يبارك له ان شاء الله. والله العظيم ربي. هذا هو الجريدي اللي نحكوا عليه. ربي يبارك له عمي منشي. عمو نسكن شكون فيك باللايف. والله بسم الله ما شاء الله. نعرف 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 اكبر مني سن وقدر واكبر واقوى مني في الدقله في كل شيء. ربي يبارك لك ان شاء الله. وبسم الله ما شاء الله هاي الدقله. هذه بخمسة ليات. راني ود الدقله نقول لك بخمسة ليات مستحيل. عمي نور ب 12000 الكيلو حلمة خرج راه. وقداش وصل 20000 وصل الاول في الاول وصل ب 20000 عمي نور السنه كي تلقاه ب 5000 والله صحيح اي صحيح والله ربي يبارك لك في صحتك يا عم منشي والله راي ولد عمي كنقول لك الغله راهي نتاع سناء تناقي معناها راه كل عرجو ينحوا منها راهي بالكعبه تنحى راه والله ربي يزيدوا من خيرهم ها واش اعطاني عم منشي ها باش اعرف وش الكرم والله اسمع الكلمه قالك عم منشي شي عم منشي اخويا هاون الله يبارك لك في صحتك يا عم منشي هذيك النافوره وهذا عم منشي ان شاء الله ربي يجيب لها القسم ان شاء الله والله العظيم شدي كده روح ها اعطانا ها الدقله عم منشي كي تشوف الدقله ب 5000 تو معناها ما نحكيش شوف الدقله ب 5000 تو والله صح عليك متونس اسناء ان شاء الله تطيح يا ولد عمي ان شاء الله السوق يا رب يطيح ونجيب لكم حتى الدقله ب 3000 لتونس غاديك ان شاء الله يا رب تكثر الدقله وراس وخيوتي الغالي ديجا نخدم في الدقله انا ونتفرج على تونس كاميرا علاش قلت لكم اعمل ابوني باش يطلعكم اللايف نتاع الدقله ايامات اخرى را. ان شاء الله ونطيح الدقله والله ما خلاها بيكم ونجيب لكم حتى على 4000 لتونس غاديك ماذا بيا الناس الكل تاكل الدقله ان شاء الله السنه صابة عامره ان شاء الله انا ياكلوها خيوتي التوانسه خير ما ياكلوك الطحانه البرانيه والله هاي بدات تصب مطر الله يبارك لك في صحتك يا عم منشي كرم وجود الجنيدية منا راح تحية واحلى للزغوان ان شاء الله ربي يبقى عليكم الستر ان شاء الله وان شاء الله نعمل المستحيل ونجيب لكم الدقلة الباب الدار يا رب شوية ان شاء الله يا ربي حنان هاي يا صحابي ادعيوا هاي المطر بدات تصب بسم الله ما شاء الله والله لا قصيتها الله يفتح تصب المطر هاي المطر هاي ها والخير هاي نحبسوا في وسط توزر غاديك ها والخير والله ان شاء الله اصحابي علاش قلت لكم ماك صابوني للباج هذه خلي على الاقل كي نولي نفرق الدقله ان شاء الله يطلع لك اللايف من غير تقولي وماش انا نجيب القفصه القروان تونس سوسه البنزرت هم يعرفوني برشا عباد في الدقله معناها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ما نخيبكم نجيب لكم حتى على 4000 غاديك اصلا واحلى ناس توزو ها والله لا تربح كهف الملح ان شاء الله ها كلمة حي للسارق هاي ننصحكم نصيحة أخرى أي واحد يخم باش يجيب توزر يقول كهف الملح ولا باش يداوي راه بيكذبوا عليكم هاني ولد توزر ولد الملح ولد كل شيء باش ما يحل تحايل عليكم حتى حد راه متحايلين يكذبوا عليكم سقاط يهزوكم فلوسكم رد بالكم وخاصة خيوتنا في الدزاير استحافظوا على أرواحكم راني ولد توزر ونعرفهم المتحايلين هنا اي واحد جاي ولا قال لك في ملح يداو ولا اول علق ولا في قابس ولا في كذا راه مجموعه متحايلين يكذبوا عليك وعلى طبيب الاخصائي هو اللي يداوي هنا راهم يكذبوا ما يداوي في حد شيء اللي هنا كل اماليم وكل مرضى ومعاقين وما يقدوش يمشوا ما داووهمش يداووكم انتم جايين من برا هذا موضوع وسكروه ساعة موضوع كافي ملح ان شاء الله في ضيحت على قريب نهبطها له وانا والله العظيم هكا ولا هبي ولا تربحوا ان شاء الله اي سارق واي مسخ نفضح انا في الباجر
والله هاي ربي بقى عليكم الستر على قلبي وربي يعينكم، وعملنا دوره في توز ورانيكم العجاج افتتاح عنده فرع اللي حي في توز. ايوه وقتاش حل هذا كيف الملح افتتاح عده فروع بحي توز. انا خايف على قفصه برك، انا توز انا فاق برشا عباد، خايف على قفصه لا يتحل فيها كيف ملح. انا خايف على قفصه متلوره عنده برشا فلوس مساكين قليل لونية اعظم من احنا، خايف لا يتحيلوا عليه. هذوما راهم اكبر نقطة متحيلين هنا، لا حسيب ولا رقيب. هنا راهو في تونس سارق متحيل سارق يشجعوك، راجل تخدم نظيف يربطوك يدخلك في الحبس باش تعرف راهو اللي هنا في الجنوب. هنا راهو اكبر متحيلين نتاع كوف الملح اللي هنا، يكذبوا عليكم او الملح يداو او كذا. انا كل مشروطين في تونس، انا كنا موتى بالحياة، جاش واحد داو عنكم تكذبوا على العباد او علقة او زريقة او نحي لك وجعت المفاصل او نحي لك والديها الكلب الاول داوي اختك. انا مريضه الساعه واحده نعرفها الساعه عندك كاف ملع، اقسم بالله العظيم يا اختها مريضه وما تمشيش ما داوتهاش وتداوي في لعبه. هذا ما فهمتهاش انا، اقسم بالله العظيم. واحلى سخير يا قلبي، يا ربي يحميكم وربي يلم شملنا وباذن الله اصحابي والله ما خلوا واحد هيك يتحيل علينا ولا يعداها على مالنا، والله لا تربحهم ان شاء الله، والله لا يذوقهم فرح وتهنى. والله يا اصحابي والله يا اصحابي تعايشكم ان شاء الله، عاشوا برشا تحيروا عليهم انا في توزل، حتى توزل تحيروا عليهم برشا ان شاء الله في ضيحه نتاعها علي مات هذه على قريب قبل نرجع الدقله. غيرك عرفوني في ازمه وخيت مريضه ربي يشفاها ولوالدك عرفني في ازمه. اما لي مات هذه باذن الله سنهبط لكم في ضيحه نتاع كاف الملح باش المره الجايه ما عادش يخمم حتى واحد في كاف الملح. يا ولدي راهو القضاء والقدر بالله، وهذوكم راهم استغلوا كل مرض وكعقولنا المزمره. هاي يا صاحبي، هاي السلام عليكم.